اسمح من رحيم، لغة فرنسية، سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 62، سيتوي أن إيفينمون، أون أكسيون، دون لو باسي، يعني أنك تموقع حدثا أو تموقع فعلا في الماضي. لماذا قلنا تموقع؟ لأن لو فيرب سيتوي يعني هذا المعنى. نقول مثلا لا فيل دو تيمارا se trouve, se situe entre Rabat et Casa. La ville de Témara se situe entre Rabat et Casa. Madinat Témara تتواجد تتموقع بين الرباط والدار البيضاء. إذا طبعا هنا تنتكلم على لغة se situe، يعني أنها هي تتموقع، كأنها هي تموقع نفسها. طبعا هنا نتكلم على لغة situe يعني بدون سو. هنا نتكلم على لغة سيتوي بدون سو، ولكن عندو نفس المعنى، فقط أننا هنا نحن من سنموقع الحدث أو الفعل. إذا فلننظر جو روتيان بو سيتوي أون أكسيون أو أن إيفينمون لكي نموقع فعلا أو حدثا دون لو باسي في الماضي، ونوتيليز يعني أننا نستعمل دي زانديكاتور تومبوريل، نستعمل مؤشرات زمنية. لأننا نتكلم هنا على الفيرب انديكي، انديكي يعني أنك تشير إلى شيء. إذا الأدوات التي ستشير إلى الحدث هنا نسميها انديكاتور، ثم أنها تشير إلى الوقت نسميها تومبوريل. إذا كما قلنا pour situer une action ou un événement dans le passé on utilise des indicateurs temporels propres au passé، يعني أننا نستعمل مؤشرات زمنية تومبوريل propre، يعني أنها خاصة au passé يعني متعلقة بالماضي. propre au passé يعني أنها متعلقة بالماضي. ces indicateurs temporels peuvent indiquer une date ou une période plus ou moins déterminée، يعني هاد المؤشرات ممكن أنها تشير إلى تاريخ بعينه كما أنها تشير إلى نقطة زمنية معينة. ces indicateurs temporels peuvent indiquer، هاد المؤشرات الزمنية يمكن أن تؤشر أو تشير إن دات، إن دات يعني أنها تشير إلى تاريخ معين، أو إن بيريود أو أنها تشير إلى مدة زمنية، أو إن بيريود يعني مدة زمنية بلوز أو موان ديتيرميني يعني أكثر أو أقل محددة. عندما نقول الخمسينيات فنحن نتكلم مثلا عن 50، 51، 52 إلى مثلا حدود 59. إذا نتكلم عن الخمسينيات مثلا، إذا نتكلم عن هذه المدة الزمنية، ممكن أننا نتكلم عن مدة زمنية أكبر أو أقل. إذا نتكلم هنا عن مدة زمنية أطول أو أقل، المقصود على حساب حسب ما يقتضيه الأمر. ربما أن هذا الحدث يمتد على حقبة معينة، ربما أننا لا نعلم بالضبط متى كان هذا الحدث، لكننا نعلم مثلا المجال الزمني الذي كان فيه. إذا كما قلنا ces indicateurs temporels peuvent indiquer une date ou une période plus ou moins déterminée. Exemple: la marche verte a eu lieu en 1975. إذا كمثال المسيرة الخضراء كانت في 1975. إذا هنا عندنا تاريخ محدد. مثلا نقول à la fin de la deuxième guerre mondiale، à la fin de la deuxième guerre mondiale، في نهاية الحرب العالمية الثانية. نعرف بأن الحرب العالمية الثانية بدأت من نهاية 1939 حتى نهاية 1945. إذا الحرب العالمية الثانية بدأت من نهاية 1939 إلى نهاية 1945. deuxième guerre mondiale a duré du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. إذن هي بدأت من هذا التاريخ إلى هذا التاريخ. وعندما نقول à la fin de la deuxième guerre mondiale، كما نلاحظ لا يمكن أن نعرف بالضبط ما المقصود بالتحديد أواخر نهاية الحرب العالمية الثانية. à la fin de la deuxième guerre mondiale، à la fin de la deuxième guerre mondiale يعني في نهاية الحرب العالمية الثانية. طبعا كل ما يأتي بعد هذه النهاية إذن يمكن أن نقول عنه، يمكن أن ندرجه في هذا المعنى. فكل ما يأتي بعد هذه النهاية طبعا من وقت
إذا يمكن أن ندخله، يمكن أن ندرجه هذا المعنى. في نهاية الحرب العالمية الثانية، طبعا ممكن أن تكون السنة التي بعدها، ممكن أن تكون السنتين التي بعدها أكثر أو أقل. إذا هنا كما نلاحظ بأن الأمر غير محدد. إذا نتكلم هنا عن passé indéterminé، في حين عندما نتكلم عن لا مارش فيرت اي ليو او 1975 هنا نتحدث عن لو باسي ديتيرميني. نقول مثلا او ديبي دو لا رونيسونس دو مويان اج، او ديبي يعني في بدايه دو لا رونيسونس، تبع لا نيسونس مقصود بها الولاده، لا نيسونس يعني الولاده. هنا عندنا رونيسونس كما نقول اعاده الولاده، او كما نتكلم عن ولاده جديده، او نتكلم عن تجديد. لكن هنا المقصود بهذا الكلام، لكن المقصود هنا برونيسونس يعني النهضة. إذا أو ديبي دو لا رونيسونس دي مويا آج يعني في بداية نهضة العصر المتوسط. العصر المتوسط هنا نتكلم عن بداية نهضة كما لو نقول العصور الوسطى أو العصر الوسيط كما عندنا هنا. بداية نهضة العصر الوسيط، في بداية نهضة العصر الوسيط. طبعا عندما نقول في بداية العصر الوسيط، طبعا العصر الوسيط هو ممتد على قرون، ولكن في بداية هذا العصر لا نعلم بالضبط أو بالتحديد ما هو مجال هذا الزمان، لا نعلم ما هو مجال هذا الزمان. على كل حال هناك تحديد، هناك تحديد يعني نتكلم عن بداية هذا العصر. إذا نتكلم عن بداية نهضة هذا العصر، سي سو جونغ. إنه هذا النوع دانديكاتور من المؤشرات كونيتيليز الذي نستعمل دون لو ريسي هيستوريك في الرواية التاريخية اكزامبل كمثال. إذا طبعا في الرواية التاريخية مثلا أو في رواية أخرى ممكن أننا نستعمل هذا النوع من المؤشرات. نذكر مثلا التواريخ، أو نقول على فان دو لا دوزيام غير مونديال، أو نقول على فان دو لا دوزيام غير مونديال، أو نقول أو ديبي دو لا رونيسونس دي مويان آج، أو نقول أو ديبي يعني في بداية شيء آخر. إذا هذا النوع من المؤشرات هي التي نستعمل. إل بوف أنديكي، إل بوف أنديكي أن باسي أنديتيرميني، يمكن لهذه المؤشرات أن تؤشر أو تدل على ماضي أنديتيرميني يعني أنه غير محدد. نقول أون فوا، أون فوا ذات مرة، أون فوا ذات مرة. كما نلاحظ بأن ذات مرة طبعا هي تدل على وقت، هي تدل على زمن ما، تدل على تاريخ ما، لكن لا نعرف اون فوا ذات مرة. دون يعني في، فهذه العبارة نقول مثلا إل أتي اون فوا، كان ذات مرة، كان ذات مرة. إذا نتكلم على لوغار إتخ هنا ألان بافي، إل أتي اون فوا، كان ذات مرة. نقول مثلا أوتخ فوا، أوتخ فوا يعني في القديم، اوتفوا جادي ايضا قديما، او في الماضي ناغير يعني منذ قليل، ناغير يعني منذ قليل. اذا نتكلم عن زمن هنا، منذ قليل يعني قبل قليل، او نقول إليا لونطون، اذا هناك وقت طويل، إليا لونطون يعني انه مر وقت طويل على كذا وكذا، إليا لونطون. سي زانديكاتور سون توتيليزي سورتو دون لي كونت. Ces indicateurs, هذه المؤشرات, sont utilisés, يعني أنها تستعمل surtout بالخصوص dans les comptes, تستعمل بالخصوص في الروايات. Je m'entraîne, أنا أتدرب, في correspondre chaque énoncé à la situation qui convient. Fait correspondre chaque énoncé à la situation qui convient. Fait correspondre, correspond يعني أنك توفق. إذا في correspondre يعني أنك تعمل على التوفيق. chaque énoncé كل قول على situation qui convient للوضعية التي تناسب. إذا سنوفق بين كل قول قيل على situation للوضعية qui convient للوضعية التي تناسبه. إذا مثلا عندنا في أول الأمر عندنا situation ثم عندنا énoncé، عندنا الوضعية ثم عندنا الكلام الذي قيل. إذا عندنا مثلا في لي سيتياسيون أن كونتور أ لوديتوار، إذا نتكلم عن راوي يروي كلاما ما، يروي قصة ما أ لوديتوار. لوديتوار المقصود به هو الحضور، لوديتوار، لوديتوار المقصود به الحضور أو قاعة المحكمة. ثم أيضا عندنا
un ancien combattant à un groupe de jeunes. Un ancien combattant à un groupe de jeunes. Il نتكلم عن محارب قديم, un ancien combattant. يعني نتكلم عن محارب قديم, نتكلم عن لغة combattre, يعني أنك تقاتل وتحارب. إذن un ancien combattant à un groupe de jeunes. ثم عندنا un professeur de littérature. إذن نتكلم عن أستاذ الأدب à ses étudiants. لطلبته. إذا نتكلم عن أستاذ يدرس الأدب يتكلم إلى طلبته. ثم عندنا une grand-mère جدة à sa petite fille. إذا une grand-mère à sa petite fille. إذا نتكلم عن جدة لي à sa petite fille تتكلم إلى حفيدتها. تتكلم إلى حفيدتها. لماذا لا نقول لابنتها الصغيرة à sa petite fille؟ طبعا عندنا واحد très d'union. Petite fille, les donne un trait d'union, le maqsoud biha, le bint sagira. Petite fille, le trait d'union, le khat sagir, le maqsoud biha, le hafida. Thumma fi jihat les énoncés, lors de la guerre du Rif, j'ai été blessé à la jambe. Idem, natakalam huna an kalam ladi qil, man ashkhas. Lors de la guerre du Rif, idem, atna a harb rif, j'ai été blessé à la jambe. يعني أنني جرحت في ساقي أو في رجلي. المقصود بأحيانا الرجل, ولكن هي من حيث المعنى الأصل أنها تعني الساق. Il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant. Il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant. إذن كان ذات وقت, كان ذات زمان أو ذات مرة, un roi, كان هناك ملك, qui n'avait pas d'enfant, الذي لم يكن له أطفال. Il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant. كان هناك ذات مرة ملك لم يكن له أطفال. كما لو نقول لم يكن يملك أطفالا. تستعملون لو فيرب avoir. جادي. جادي يعني قديما. Les enfants étaient plus respectueux. Les enfants étaient plus respectueux envers leur aîné. قديما les enfants étaient plus respectueux, يعني أن الأطفال كانوا أكثر احتراما. قديما الأطفال كانوا أكثر احتراما. جادي les enfants étaient plus respectueux envers leurs aînés. قديما كان الأطفال, إذا نتكلم عن لغة être à l'imparfait, يعني أنهم كانوا. جادي les enfants étaient plus respectueux, إذا قديما كان الأطفال أكثر احتراما. نتكلم عن لو ريسبي. لو ريسبي يعني الاحترام. ريسبكتي يعني انك تحترم, هذا فعل احترام. اذن ريسبكتيو يعني كما نقول محترم او محترم. نتكلم عن انوم ريسبكتيو, اذن كما نتكلم عن رجل محترم او محترم. جادي لي زونفون ايتي بلو ريسبكتيو انفير لور زاني, اذن قديما الاطفال كانوا اكثر احتراما انفير يعني اتجاه. اتجاه من؟ لور زاني. لهنا المقصود به هو الطفل الكبير عكس لوكادي. لوكادي المقصود به هو الابن الصغير, الابن الاصغر. لاني المقصود به هو الطفل الاكبر. لوكادي المقصود به الطفل الاصغر. نتكلم على لاكاديت مثلا يعني الطفلة الصغيرة. اذن قديما الاطفال كانوا اكثر احتراما لأخيهم الأكبر, هذا هو المقصود. إذن جادي les enfants étaient plus respectueux envers leurs aînés. إذن قديما الأطفال كانوا أكثر احتراما لأخيهم الأكبر. ثم عندنا في الجملة الأخيرة من بين هاد لي زينونسي, من بين ما قيل أو تم قوله, فيكتور هيغو أني أو 1802. إذن فيكتور هيغو أني يعني أنه ولد, نتكلم عن لو فيرب ناتر. ومن كلمة لا نيسونس التي رأينا قبل قليل والتي جاءت منها كلمة رونيسونس. إذن فيكتور هيغو أني أون 1802, ولد في 1802. إذن علينا أن نربط بين الوضعيات وبين ما قيل. إذن كل كلام قيل في واحد الوضعية معينة, كانت له مناسبة معينة لكي يقال هذا الكلام. إذن نتكلم عن لي سيتياسيون, إذا نتكلم عن هذه المناسبة كما نقول مناسبة قول هذا الكلام.
إذا مثلا خدينا أن كونتور الوديتوار يتكلم عن راوي يروي كلاما ما، الوديتوار يتكلم إلى حضور أمامه. ثم نتكلم عن أن أنسيا كومباتون أن جروب دو جون، أن أنسيا كومباتون أن جروب دو جون. كما نتكلم هنا عن مقاتل قديم أن أنسيا كومباتون، المقصود مقاوم أو مناضل أو محارب قديم أن جروب دو جون، يتوجه إلى فرقة من الشباب، يتكلم إلى فرقة من الشباب، يتكلم إلى مجموعة من الشباب. إذا ماذا يمكن أن يقول لهم؟ إذا هذا واضح، إذا نبدأ بما هو واضح. ثم عندنا أن بروفيسور دو ليتراتور أ سيز إتيديون، إذا نتكلم عن أستاذ للآداب يتوجه بكلام ما إلى طلباته. ثم عندنا أن غروند مير أ سا بيتيت في، إذا عندنا جدة لحفيدتها. إذا طبعا نبدأ بما هو واضح، نترك الجملة الأولى نبدأ بالثانية مثلا. إذا عندنا أن أنسيا كومباتون أن غروب دو جون، أن غروب دو جون. إذا عندنا مقاوم مقاتل قديم لمجموعة شباب. إذا أكيد سيقول لهم لور دو لا غير دو ريف، يعني أثناء حرب الريف جاء تي بليسي على جون، يعني أنني جرحت في الرجل. إذا سنربط الجملة الثانية مع الأولى. ثم عندنا أن بروفيسور دو ليتراتور أ سيز إتيديون، إذا أستاذ الآداب لطلبته أكيد سيقول لهم فيكتور هيغو، فيكتور هيغو إني أون 1802. الشخص الجدير بهذا الكلام هو أن بروفيسور دو ليتراتور أ سيز إتيديون. إذا نتكلم عن أستاذين للآداب، تخصص أدب لطلبته، سيقولون بأن فيكتور هيغو ولد في 1802. ثم الجملة الأخيرة إن غرومير أ سا بيتيت في، إذا جدة لحفيدتها تقول لها ماذا؟ قديما كان الأطفال أكثر احتراما لأخيهم أكبر. لماذا؟ هذه الجدة تقول هذا الكلام لحفيدتها حتى تحترم الإبنة الصغيرة أخاها الأكبر مثلا أو أختها الكبرى. ثم بقيت لنا أن كونتو الأوديتوار، إذا أكيد إل إتي أون فوا أن روا كي نافي با دونفون، يبدأها بأنه كان هناك ملك قديما ذات مرة لم يكن له أطفال. ثم عندنا أبارتير دي سيتياسيون سويفونت، يعني انطلاقا من الوضعية التالية، سيتي يعني موقع، موقع ماذا؟ لي زيفينمون دوني، أنت موقع الأحداث المعطاة، سيتي لي زيفينمون دوني دون لو باسي، يعني موقع الأحداث المعطاة في الماضي أون فوزون باري، ولكن هذا كله بالعمل على تكليم، بالعمل على تكليم. هنا سنجعل أشخاصا يتحدثون، الأشخاص كما عندنا في الجملة الأولى أن توريست دو سون سيجور أو ماروك، إذا نتكلم عن سائح دو سون سيجور، يعني عن إقامته أو ماروك في المغرب. إذا المقصود هنا أننا سنحاول أن نجعل هذا السائح يتحدث عن ماذا؟ عن إقامته في المغرب، ولكن في إطار هذا الكلام سيسوق لنا ليزيفينمون دوني دون لو باسي، يعني أنه سيسوق لنا أحداثا في الماضي. إذن حسب أبارتير دي سيتياسيون سوفونت، حسب الوضعية التالية. إذا أخذنا الجملة الأولى مثلا أن توريست دو سون سيجور أو ماروك، سائح، إذن هنا عندنا عن إقامته في المغرب. طبعا المقصود هنا بطريقة ضمنية أن السائح يتحدث عن إقامته بالمغرب، أن توريست دو سون سيجور ماروك. إذا سيقول مثلا أون 2015، يعني في 2015 جي باسي لو موا دو جويي أو ماروك، يعني أنا أمضيت شهر 7 جويي يعني يوليوز أو ماروك في المغرب، يعني في 2015 أمضيت شهر يوليوز في المغرب. إذن طبعا هناك من نلاحظ بأن التاريخ محدد، إذا نتكلم عن لو باسي ديتيرميني، إذا نتكلم عن ماضي محدد. ثم عندنا أن بير أنديكون لا دات دو نيسونس دو سا في، أن بير أنديكون لا دات دو نيسونس دو سا في، إذا أب يحدد تاريخ ولادة ابنته. إذا سيقول
ما في أني أون 2005 ابنتي ولدت في 2005 هذا حتى هي باسي ديتيرميني. ثم عندنا ان فيياغ دان ايفينمون، اذا نتكلم عن رجل كبير دان ايفينمون عايش حادثا ما دونت إيل غارد الذي يحتفظ، طبعا لو فارب غاردي يعني احتفظ، دونت إيل غارد الذي يحتفظ ان فاغ سوفونير. طبعا نعرف بان كلمه فاغ نقول لا فاغ المقصود به الموجه او العاصفه، ولكن تاتي هذه الكلمه كوم ادجكتيف يعني انها تاتي كنعت او كوصف، والمقصود بها في هذه الحاله مبهم غامض، المقصود بها امبريسي عكس بريسي. في المؤنث نقول بريسيز، نتكلم عن شيء مضبوط او واضح، هنا امبريسي المقصود بانه غير واضح، ان معناه انه غامض. نتكلم هنا عن ان فيياغ دان ايفينمون دونت إيل غارد ان فاغ سوفونير، نتكلم عن شيخين عايش حادثا دونت إيل غارد الذي يحتفظ ان فاغ سوفونير، الذي يحتفظ من الاحداث بذكريات غامضه. اذا ماذا سيقول؟ سيقول مثلا il me semble qu'autrefois cette maison était habitée par un menuisier. il me semble يبدو لي qu'autrefois بانه قديما cette maison هذا المنزل était habitée يعني انه سكن، يعني انه كما نقول كان يسكنه était habitée كما نقول هنا بانه سكن، المقصود بانه كان يسكنه par un menuisier كما نقول بانه سكن من طرف نجار par un menuisier يعني انه سكن من طرف نجار، المقصود بانه كان يسكنه نجار. كما نلاحظ بان الامر غير مضبوط، تاريخ هذا الحدث غير مضبوط. اذا نتكلم عن لو باسي انديتيرميني، اذا نتكلم عن لو باسي انديتيرميني نتكلم عن ماضي غير محدد، ماضي غير محدد او غير واضح. ثم عندنا ان ارتيزون ايفوكون اون تراديسيون ديسباري، اذا نتكلم عن ان ارتيزون نتكلم عن رجل صناعه تقليديه، ان ارتيزون ايفوكون يعني انه يستحضر اون تراديسيون ديسباري، يستحضر عاده انقرضت كما نقول بان اختفت، عندنا لو فيرب ديسباريتر، إذن اون تراديسيون ديسباري، إذن نتكلم عن عادة انقرضت، عادة لم تعد موجودة. يقول مثلا جادي يعني قادما لي بورتور دو سيوني لا فيل على روشيرش دو باسون اسوافي، إذن لي بورتور دو، إذن نتكلم عن حامل الماء، حنا تنقولو حنا القرابة، قادما حامل الماء سيومي انهم يمشون وياتون، جادي لي بورتور دو سيومي لا فيل على ريشيرش دو باسون اسوافي، يعني قادما لي بورتور دو يعني حامل الماء سيومي يجوبون، سيومي المقصود به ان تذهب في كل الاتجاهات، انك تمشي في كل الاتجاهات ذهابا وايابا، اذا كما نتكلم عن جابة، إذن جادي لي بورتور دو، إذن قديما حامل الماء سيوني يعني أنهم كانوا يجوبون لا فيل يجوبون المدينة على غوشيرش في البحث دو باسون للبحث عن المارين أسوافي يعني العطشة، إذن حامل الماء قديما كانت لهم عادة أن يجوبوا المدينة في البحث عن أشخاص عطشة، في البحث عن أشخاص كما لو نقول هنا في البحث عن مارين عطشة على ريشيرش دو باسون أسوافي. طبعا نتكلم على باسي انديتيرميني كما نلاحظ، يعني أننا لم نحدد متى كان هذا الأمر بالضبط، إذا ماذا قلنا؟ قلنا جادي يعني قديما، لي بورتور دو سيوني لا فيل على ريشيرش دو باسون أسوافي، لو باسي انديتيرميني. ثم عندنا برودوي يعني انتج من عندك ديزينونسي كلاما دون ليكال تو اوتيليزرا لي زيكسبرسيون سويفونت ان بريسيزون ا شاك فوا لي سيتياسيون دو كومونيكاسيون، اذا برودوي ديزينونسي انتج كلاما كما نقول، برودوي
des énoncés dans lesquels الذي أنت فيه tu utilises, يعني أنك ستستعمل ماذا؟ Les expressions suivantes. ستستعمل العبارة التالية en précisant, يعني موضحا, en précisant, موضحا, à chaque fois, موضحا في كل مرة, les situations de communication, يعني وضعيات التواصل. ما المقصود بوضعية التواصل؟ المقصود بها les situations. المقصود بها المناسبة التي سيقال فيها الكلام. سنقول مثلا بأن الجدة تكلمت إلى حافظتها، أو الأستاذ تكلم إلى تلاميذه، أو رب العمل، أو مثلا المدير تكلم إلى العمال، إلى آخره. إذا هذا هو المقصود بـ situation de communication. Les expressions suivantes، يعني العبارة التالية اللي هي ناغار، يعني قبل قليل، إلي لونتون، يعني كان قديما، ثم أوتر فوا، يعني في الماضي أو قديما أيضا، جادي نفس الشيء قديما، أو 1944، يعني في هذا التاريخ، لوغ دو أو أثناء كذا، أثناء الحرب، أثناء الدرس إلى آخره، إذا نتكلم على لوغ دو، لوغ دو، أثناء حدث ما. إذا فيما يخص كلمة ناغار، إن غون مير أ سا بوتيت في، إن غون مير أ سا بوتيت في. إذا نتكلم عن جدة لحفيدتها. إذا ماذا تقول لها؟ ناغار لي في نو بورتي ني بونطالون ني جين. ناغار لي في نو بورتي ني بونطالون ني جين. قبل قليل كما نقول البنات لم تكن تلبس، عندنا هنا لم تكن تحمل لو فان بورتي، ولكن لو فان بورتي ممكن أنه يعني لبس. مثلا فلان يحمل وزرة، المقصود بأنه يلبس وزرة. إذا لي في نو بورتي يعني أن البنات لم تكن تلبس ماذا؟ ني بونطالون، لا سروال، ني جين، ولا جين. المقصود هنا ليس بأن البنات لا تلبس شيئا، ولكن المقصود بأن كانت تلبس لباسا وقورا، وقورا غير السروال والجين. المقصود هنا بأن البنات كانت تلبس لباسا وقورا غير لباس السروال والجين. طبعا ناغار المقصود به قبل قليل، كما نقول بالدارجة احتلنا، يعني حتى عهد قريب، هذا هو المقصود بهذا ناغار. ناغار المقصود بها قبل قليل، ولكن هي فقط صيغة مبالغة، هي المقصود بها هنا حتى زماننا القريب. البنات لم تكن تلبس السروال والجين. إذا فيما يخص إلي لونتون ممكن أننا نقول أن انستيتيتور أسيزالير، أستاذ لتلامذته، أن انستيتيتور كما نقول مربي، أسيزالير لتلامذته، إلي لونتون منذ زمان، غني يعني أنه كان يحكم، عندنا لو فيرب غني كان يحكم، كما نقول بأنه كان يملك، غني كان يسيطر كما نقول، غني أو ماروك يعني أنه كان يحكم في المغرب، أن سلطان كان يحكم المغرب سلطان، إلي لونتون منذ زمان، غني أو ماروك يعني أنه كان يحكم في المغرب، أن سلطان كان يحكم بالمغرب سلطان، دو نو دو مولاي إسماعيل، كان يحكم المغرب سلطانا بإسم مولاي إسماعيل. المقصود هنا بأنه كان منذ زمان كان هناك سلطان يحكم المغرب اسمه مولاي اسماعيل. إذن إليا لونتون غني أو ماروك أن سلطان دو نو دو مولاي اسماعيل، منذ وقتين كان يحكم بالمغرب سلطان باسم مولاي اسماعيل. ثم عندنا أوتر فوا، أوتر فوا يعني قديما أو في الماضي. إذن أن غران بار أ سي بوتي زونفون، إذن عندنا جد لأحفاده، أوتخفوا يعني قديما، وطبال، أوفيسيي كوم ريفيور، يعني أن الطبال يعتبر بمثابة دعوة للاستيقاظ. أوتخفوا وطبال، أوفيسيي كوم ريفيور، بور السحور، ديرنييغ أوبا أفون لو جون، إل سيوني أبا فيف، لي كارتييغ أون تومبورينو. إذن، أن غران بار، أن سي بتي زونفون. إذا نتكلم عن جدي لأحفاده، أطفال طبال، يعني قادما الطبال، طبعا الشخص الذي يحمل طبلا، أوفيسيي، أوفيسيي المقصود بأنك تحتفل بمناسبة دينية، إذا لو طبال أوفيسيي كوم ريفيور،
إذا كما نقول بأن هذا الطبال كان يحتفل كريفيور كموقد نتكلم على الفيرب غيفيي يعني أنك توقد شخصا لو طبال أوفيسي كوم غيفيور. إذا كما نتكلم عن طبال الذي كما نقول بأنه كان يعتبر كموقد هو الصحور للسحور ديغنيي روبا آخر وجبة أفون لو جون قبل الصوم إلسيوني طبعا نفس الفعل الذي رأينا قبلا إلسيوني يعني أنه كان يجوب أباغيف بخطوات خفيفة لكارتي يعني أنه كان يجوب بخطوات خفيفة لكارتي الأحياء يعني أنه كان يجوب بخطوات خفيفة الأحياء أون تومبورينو يعني أنه كان يقرع سور سون انسترومون يعني أنه كان يقرع فوق أداته. طبعا نتكلم عن الأداة الموسيقية هنا كما نتكلم عن أداته الموسيقية هنا التي يضرب عليها أو يقرع عليها والتي تسمى طبعا لو تومبور يعني الطبل. دون زون سان يعني في مشهد دين يستحق إذن في مشهد يستحق دي كونت في مشهد يستحق حكايات ديني إنوي المقصود هنا في مشهد يستحق أن يروى كما هي حكايات ميل إنوي ألف ليلة وليلة. المقصود بأن هذا المشهد الذي كان يقوم به الطبال قبل السحور بأنه مشهد يستحق أن يروى لجمال مشهده. ثم فيما يخص كلمة جادي أو عبارة جادي يعني قادما عن جيد أديتوريست نتكلم عن شخص دليل المقصود بأنه يدل أشخاص آخرين لهما لتوريست يعني السياح. الدليل للسياح دليل ما يتكلم إلى السياح يقول له ماذا جادي سيلفي يعني قديما كان يرتفع إسي هنا أمانيفيك شاتو كان يرتفع هنا قصر جميل أو قلعة جميلة. شاتو تطلق على قلعة أو قصر قديم إذن جادي سيلفي إسي أمانيفيك شاتو إذن قديما كان يرتفع هنا قصر جميل قصر رائع. هذا الدليل يتحدث إلى السياح فيما كان هذا القصر الذي كان به قديما. فيما يخص 1944 يمكن أن نقول أن بروفيسور ديستوار سي زلاف إذا نتكلم عن أستاذ تاريخ لتلامذته ماذا يمكن أن يقول 1944 لي ناسيوناليست ماروكان بريزونت أو سلطان محمد بن يوسف un manifeste pour l'indépendance du Maroc. Un professeur d'histoire à ses élèves, إذا نتكلم عن أستاذ تاريخ لتلامذته يقول ماذا؟ en 1944 يعني في هذا التاريخ les nationalistes marocains الوطنيون المغاربة présent au سلطان محمد بن يوسف يعني أنهم قدموا للسلطان محمد بن يوسف un manifeste. طبعا كلمة manifeste ممكن أن تعني ظاهر واضح عندما نصف شيئا نقول عنه بأنه مانيفست المقصود بأن هذا الشيء واضح وظاهر. لكن هنا نتكلم عن اسم نقول مانيفست نتكلم عن مانيفست المقصود به هو البيان العام أو المنشور المقصود به البيان العام أو المنشور بما نعتبر نحن وثيقة الاستقلال وثيقة المطالبة بالاستقلال pour l'indépendance du Maroc من أجل استقلال المغرب. إذن un professeur d'histoire à ses élèves إذن نتكلم عن أستاذ تاريخ لتلامذته يقول لهم ماذا؟ يقول لهم en 1944 les nationalistes marocains présentent au sultan محمد بن يوسف un manifeste pour l'indépendance du Maroc. الوطنيون المغاربة قدموا للسلطان محمد بن يوسف وثيقة استقلال المغرب. ثم فيما يخص عبارة lors de يعني أثناء كذا أنونسي كومباتون أوز أنفون دو سون كارتيي إذا نتكلم عن محارب قديم لأطفال حيه أنونسي كومباتون أوز أنفون دو سون كارتيي لور دو لا مارش فيرت جو فازي باتي
des vins des soldats, des phares. Et donc, lors de la marche verte, à Tnaa al-Masir al-Khadra, je faisais partie des 20 000 soldats, et je suis compté à 20 000 mina al-Jumoud, des phares mina al-Jaysh, qui encadraient, allati kanto à terre, les 350 000 civils, à 350 000 madani volontaires, yani mutatawir, qui, alladina, le 6 novembre, fait 6 novembre, entrèrent, et un homme d'Akhalo, à temps. طبعا طا هذه مدينة صغيرة أو جماعة قروية بالقرب من طرفايا أونتخيغ أطا طا هي مدينة صغيرة أو جماعة قروية بالقرب من مدينة طرفايا إذن كي أونتخيغ أطا دون الصحراء أوكسيدونتال الذين دخلوا إلى مدينة طا في الصحراء الغربية متى كان هذا؟ لو 6 نوفمبر يعني 6 نوفمبر لو 6 نوفمبر 6 نوفمبر إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.